الخبر الثاني الحقيقة النهاردة أيضا تكريم أسطورتين كبيرتين الحقيقة، النجم الكبير ورئيس النادي الأهلي السابق وأيضا نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة ومدير الكرة والنجم الكبير الكابتن حسن حمدي ودكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. نادي الأهلي بيكرم الكابتن حسن حمدي والكابتن حسن مصطفى ويمنحهما القلادة الذهبية. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر منح الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق قلادة الأهلي الذهبية تقديرا لحجم عطائه الكبير على مدار ما يزيد على 50 عام قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة، لاعبا ومديرا للكرة ومشرفا على الفريق الأول وعضوا بمجلس الإدارة وأمينا للصندوق ووكيلا للنادي ونائبا للرئيس ثم رئيسا للنادي الأهلي في الفترة من 2002 وحتى 2014. كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قلادة الأهلي الذهبية أيضا تقديرا لعطائه الكبير للنادي الأهلي لاعبا ومدربا للفريق الأول لكرة اليد وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية سواء رئيسا للاتحاد المصري لكرة اليد ثم الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد من عام 2000 وحتى الآن ولمدة 6 دورات متتالية. وقرر مجلس الإدارة إقامة حفل تكريم للرمزين الكبيرين يوم 20 من الشهر الجاري. كل التحية الحقيقة لمجلس إدارة النادي الأهلي وتكريمه لهؤلاء الرموز الكبار. الحقيقة الفترة الأخيرة الحقيقة عدد كبير من الرموز بيتم تكريمهم، ولكن الكابتن حسن حمدي والكابتن حسن مصطفى الكل يستحق الحقيقة، ولكن الكابتن حسن والكابتن حسن حمدي والكابتن حسن مصطفى يستحقوا كل التحية وكل التقدير للدور الكبير اللي باذلينه سواء مع النادي الأهلي أو مع بلدنا الغالية مصر. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل النجمين الكبيرين الكابتن ماهر همام والكابتن شريف عبد المنعم، هنتكلم معهم أكتر فنيا عن مباراة اليوم منتخبنا الوطني ضد منتخب ليبيا. بعد هذا الفاصل النجمين الكبيرين في ضيافة البيت الكبير.